الصراحه كنعمل كل جهدي باش نعوض لهم هذاك الحنان، ولكن بعض مره كنحس بلي داك باقي عندهم داك الفراغ العاطفي خصوصا الاسره، حيت الاسره حتى واحد ما يعوضها. لا كنت كنتمنى هادشي، انا كنت كنتمنى زعما المستقبل ديالي بخير، ولادي بخير، والزوجه ديالي بخير. دابا ولكن وقع لي داك الشيء وما بقيت كنحمل حتى شي واحد. وقع لي بنتي واحد المشكل مع الاولاد مع المراه، ايوا شنو نقول لك، ودخلنا في واحد الازمه، ايوا طلع لي الزحف وخلصت. حاجة غديري أختي، عندك ما ديري والو. مزوج مسكين هنايا عنده ولادو ومزوجين، ما عندنا عندنا الله. كنطلبو غناكلو ولهنا ما طامعين ديروا الدنيا، ما طامعين ديروا والو. كل كنشوفوا دابا العقل ديالنا الاخيره صافي، دوزنا لعب الله وشفنا لعب الله، ودابا لا اله الا الله محمد رسول الله. يا حبيبي ولي كان غزال ما يتفضلش عليكم، على قد وعلى عينين وعلى زين وعلى قطرينا، وما شخص ربي اللي عطاه لي انا الحمد لله. وانا جاب لي عجوال، انا شكون عندي يا بنتي؟ ما عندي حتى واحد، ما بقى لي دابا حتى واحد. انا خويا عنده 9 ولاد، مرتو قالت ما خصهاش بيا. شحال عمرك؟ 30 يسينكو 5. انتو ما قاع ما تتعلمو سيدي انيو 7 سنين وانا كنعيش بوحدي، ما عنديش الولاد وما تزوجشي وما بغيتش نتزوج. نو كيري مع من؟ مع حمار عدة يوا كل كين كله بره، ما كانش معاهم تاكل الخبز اليوم وتعيشي مزيان. بكري راه كانت يدي كتسبق بامي، الراجل نكون غدا معاهم في السرفيس وخسر الهضره ونقطع عليهم نجي في الحيط حتى كيبقاو المخازنيه يفكوني نصارى ومسلمين منو. الاغلبيه هنا راه كيقولوا لي ايه بنتي، راه انت لاحظتي كيقولوا لي بنتي، كيقولوا لي انت البنت اللي عطاها نابي. والله الا واحد النهار كنت ديت واحد المستفيد لوبيتال، حيت بحكم انا اللي كنتناقل معاهم وهذا، ومسكين عنده وليداته، ومشيت لعندو بقيت واقفه معاه ونعستو في الكامه، وصلت عليه الطبيب وهذا بقى كيبكي. قلت له علاش كتبكي؟ قال لي جبرتك انتيا احسن من وليداتي. قلت له شوف انا بنتك، انا اختك، انا اعتبرني كل شيء. قال لي وعندك بنتي ما تجيشي عندي تزوريني؟ قلت له شوف انا عنزورك يوم وغدا وهذا، وصلت عليك الناس وعاد مسكين طمئن وكيقول لي الله يرضى عليك بنيتي الله هذا، وكيدعي معايا. مشيت الخيريه ما صافي، ما كتبش الخيريه، خرجت تبيت بحالي صافي. دابا كنترجو غير الموت عند الله، واخا يكونوا حوايج، واخا يكونوا فلوس، واخا يكون اللي كاين. عند الانسان ما عمري خصو يفكر اللي الوحده ليا، ما يفكرش الماده ولا يفكر هادي. بنادم الا كيعيش غير المعيشه ديالو حتى يديمو الامانه، امانته راه غادي في الدار عند الله تبارك وتعالى.
هنايا في جبرنا سي احمد محسن معزول، جبرناه ساكن هنايا لمده سنوات. دخلت الجمعيه، اكتشفنا الحاله ديالو صدفه ودخلنا وديناه يسكن في محل اخر عباره عن واحد المنزل صغير، وكرينا له تمايا مدى الحياه. هذه الحاله هذه ليست الوحيده في مدينة قصر كبير وليس في المغرب. اللي خصنا نعرفه بأن عدد المسنين حاليا في المغرب يفوق 3 مليون أو 3 مليون و 200 ألف نسمة، والعدد والنسبة ديال المسن المعزول في المغرب هي يعني ما بين كتلعب ما بين 7 و 8%، وهذا العدد في تصاعد. يعني غادي نتفاجئوا من دابا 2030 2050 ربع سكان المملكة غادي يكونوا من المسنين. المشكل فينا هو هل نحن مستعدين لاستقبال هذه الآفة الاجتماعية؟ واش حنا مستعدين؟ شنو غادي نديروا لهذه الفئه هذه المستضعفه من المجتمع التي لا حنين لا رحيم، يعني ما عندهم لا فلوس لا تغطيه صحيه لا شي حاجه. ودابا 70 ما بقى والو اختي، القبر باقي باقي ثلاثه سميتو كاع 4 سنين ما كملش نعاود ساعه نهار شي صباح تيصبح بنادم ميت.